إذن مشاهدينا افتح باب نقاشي للإجابة على العديد من التساؤلات. ما يتعلق بمصادر تمويل مكاتب الصرف هذه سنتحدث عنها، سنتحدث أيضا عن كثير من النقاط مع ضيفي هنا في الأستوديو بوحوص بوشيخي أستاذ الاقتصاد بجامعة مستغانم. مساءك سعيد سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا لك على تلبية الدعوة وحضورك معي على المباشر في هذه الأمسية. أهلا وسهلا. بداية أستاذ، مجلس النقد النقدي والبنكي يصادق على نصوص تنظيم المؤطرة لفتح مكاتب الصرف. بالأمس كان هنالك مصادقة على هذه النصوص التنظيمية، لكن اليوم بدر أو خرج إشكال آخر وطفى إلى السطح، هي قضية تمويل مكاتب الصرف. يعني منين راح نجيبوا العملة حتى يتم تمويل هذه مكاتب الصرف؟ وأيضا أسئلة أخرى كي اللي تقدم بالعديد من المقترحات، قال بأنه مكاتب الصرف لابد أن تكون حكر على البنوك العمومية، وكاين اللي مشى إلى خط آخر اللي هي لابد أيضا إشراك البنوك الخاصة هي اللي تكون، وهناك الحديث أيضا عن إنعاش قطاع السياحة باش نجيبوا أكثر وأكثر العملة الصعبة، وكاين اللي يتحدث عن تسهيلات الإجراءات البنكية والجمركية بالنسبة للأجانب والمغتربين حتى يجيبوا معهم العملة الصعبة. قراءتك أنت الأولية كحل خلينا يعني السادة المشاهدين يعرفوا مصادر تمويل هذه مكاتب الصرف كيف راح تكون؟ على كل حال، حتى نفهم القضية كما ينبغي، بالنسبة لمكاتب الصرف وحصولها على الاعتماد، كما تعرف الهيئة المشرفة على النظام المصرفي في الجزائر هي البنك المركزي. البنك المركزي في الجزائر حسب القانون هو الذي يمنح الاعتماد مثلا للبنوك. أي إنسان بالنسبة، يعني حاليا لدينا بنوك عمومية، وفي قانون النقد والقرض وبعد تعديله أصبح قانون النقدي والبنكي، رأس المال البنك هو مثلا 20 مليار دينار. يعني حتى ننشئ بنك، يعني حتى البنك المركزي يعطي اعتماد لبنك معين، لازم يكون رأس المال هو 20 مليار دينار. البنوك العمومية الحالية كلها يعني تتوفر فيها هذا الشرط. أيضا في الجزائر هناك بنوك خاصة، وفي الحقيقة ليست بنوك خاصة وإنما بنوك أجنبية، اللي هي بنوك نتاع سوسيتي جينيرال أو باري بون، يعني بنوك من وتحصلت على الاعتماد. هذا البنوك، هذا الشبكة تاع البنوك تعمل في مجال الصناعة الصرافية أو صناعة في مجال التمويل، في مجال إعطاء القروض إلى آخره. البنوك من بين أعمالها أنها مثلا تقدم قروض تجارية، قروض استثمارية، من بين أعمالها أيضا أنها تقوم ببيع العملة. يعني سابقا، يعني من 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 مهامها الاساسيه اي بنك في العالم كله تقوم بعمليه الشانج، يعني عمليه الصرف. في الجزائر ويعني وبعد عده مطالبات، وخاصه لما في الجزائر في حاله خاصه ان لدينا اقتصاد اسود او الاقتصاد الموازي، يعني السوق الموازي، الاقتصاد او السوق الموازي، عندنا الصرف ولكن هذا الصرف موجود فيما يسمى بالسكوار. يعني الجزائريين لما يحبوا يتحصلوا على العملة الصعبة يروحوا للشارع ويقتنوا العملة الصعبة. هذه خلقت مشاكل، يعني خاصة لما يكون فيها مبالغ كبيرة، وهذه حتى من ناحية السياحية، من ناحية السياح ومن ناحية الأجانب، يعني يرفضوا باش يبدل العملة تاعه في الشارع. فرعت السلطات يعني وتقدمت في هذه القضية وقال بلي لازم نروحوا إلى نفتحوا شبكات من هذا، يعني هذا المكاتب الصرف، يعني نسمحوا لمؤسسات معنوية، معناتها مؤسسات تجارية، أنها تروح وتفتح هذا. وصدرت النصوص التنظيمية في هذه الأيام. الآن هذه المكاتب لما تتحصل على الاعتماد، يعني السؤال اللي راه مطروح واللي طرحته حضرتك، قلت من أين لها، من أين التمويل، من أين تجيب العملة الصعبة، من أين؟ نحن نعرف مثلا بالنسبة للجزائر، احنا نعرف مصدر العملة الصعبة، مين يجي العملة الصعبة؟ العملة الصعبة في الجزائر مصدرها البنك المركزي الجزائري، لأن الجزائر
دايره قانون، هذاك القانون او تنظيم هو الرقابه على الصرف. يعني اي عمله صعبه تمر على البنك المركزي. فاحنا في الجزائر نعرف ان الجزائر لها مؤسسات معينه، مثلا سوناتراك تقوم ببيع البترول. لما تبيع البترول وتتحصل على هذه العمله الصعبه كلها تكون توضع تحت تصرف البنك المركزي. الان البنك المركزي لما تتجمع عنده الاموال واش راه يقوم حاليا؟ واش راه يقوم البنك المركزي؟ البنك المركزي هو اللي راه يقوم بتمويل التجاره الخارجيه، هو اللي راه يعطي العمله الصعبه لجماعه الاستيراد والتصدير، هو اللي راه يعطيها. يعني لحد الان في الجزائر هناك عندنا 12,000 مكتب نتاع تصدير واستيراد. يعني هذوك المكاتب يروحوا للبنك المركزي، يعني يروحوا عن طريق وسيط اللي هو عن طريق البنوك التجارية. البنوك التجارية تتصل البنك المركزي يقول له بلي هناك إنسان يحب يستورد، مثلا يستورد 100 مليون دينار، 100 مليون دولار مثلا سلع معينة، فهو يدفع المقابل. يعني هذاك المستورد يدفع المقابل بالدينار في البنك. والبنك التجاري يروح يشري العملة الصعبة من البنك المركزي، وهكذا يتم تمويل العملية التجارة. ولحد الآن الجزائر كما تعرف أن عندنا واردات وعندنا صادرات. إحنا الصادرات أببري تقريبا 56 مليار دولار، والواردات تاعنا راهم في 35 مليار دولار. يعني راها تخرج عملة صعبة، العملة الصعبة راها تخرج لتمويل التجارة، يعني للاستيراد. نعم للاستيراد. بالإضافة إلى هذا، يعني هذا التنظيم اللي راهم غادي يخلقوه بغني هذه المكاتب يكلفوها اولا باش هما بعد ما كانت البنوك سابقا، البنوك التجاري، البنوك الموجوده في الجزائر، البنوك السته العموميه، وايضا البنوك السته العموميه اللي كانت تسلم للمواطنين الجزائريين، كانت تعطيهم ما يسمى بمنحه السفر. منحه السفر اللي هي تقدر 108 احيانا اقل، يعني احيانا اقل 95 يعني. فالجزائري اي مواطن جزائري حب يروح يسافر يروح يدفع الدينار، يدفع مثلا 1,500,000 على ما اعتقد، يعني 1,500,000 بمقابل ويعطوه هذيك 95 او 100 اورو ولا 95 دولار اورو. مين يجيبوها؟ يعني البنك التجاري يجيبها من البنك المركزي. نعم، يعني هذه القضيه. ذروك يعني يعني لحد الان هذا المكاتب عطاوها هذه القضيه انهم سوف يكلفونهم بتوزيع. يعني بعد ما كنا احنا الجزائري بعد ما كنا نروحوا الى البنوك التجاريه وندي هذيك من حد سفر، لا نروح نديها من هذه المكاتب، هذه المكاتب تاع الصرف. وايضا بالنسبه للاساتذه الجامعيين احنا في الجزائر، يعني الاساتذه الجامعيين وايضا كل مختلف المسؤولين اللي راهم موجودين في الادارات في الوزارات. سؤالي استاذ، يعني مكاتب هذه الصرف هل ستكون مقيدة؟ مثلا أنا كمواطن نروح نحب نصرف مثلا نتحصل على مبلغ مالي بالعملة أجنبية مسافر إلى غير ذلك، هل أنا مقيد بنسبة معينة للصرف أم هناك حرية؟ يعني لحد الآن هناك تقييد، يعني كل مواطن جزائري قصدي هل تبقى نفس القيمة؟ يعني لحد الآن علش يعني البنك المركزي راه داير التقييد، لان راه خوفا من خروج العمله الصعبه. وكنا نخلو احنا المواطنين الجزائريين يعني يحبوا يروحوا للخارج، اذا كلهم ربما كل واحد منهم يحمل ما عارف انا 20 مليون او 30 مليون ويقول لك حولها لي الى عمله صعبه لكي اسافر. يعني وفي هذه الحاله حتى البنك المركزي ما يكونش عنده القدره باش يواجه الجميع. جميل. استاذي ابقى معي فقط، روحوا الى فاصل ثم اكيد نتحدث على المقاربه نتاعك. اكيد اذا مشاهدينا نتوقف عند فاصل شهري ونحو. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، إذا نواصل نقاشنا مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ بوحوص بوشيخي، أكيد الأستاذ في الاقتصاد من جامعة مستغانم، عن التنظير بالنسبة لقضية مكاتب الصرف التمويل انتاحها، وأيضا نتحدث عن مقاربة أكيد للأستاذ بخصوص مكاتب الصرف. أستاذ بوحوص، كنا نتحدث عن قضية تمويل مكاتب الصرف،
بالنسبة لهذه المكاتب وحنا تحدثنا عن قضية تمويلها، أنت أعطيت مقاربة وكنا نتحدث حول مقاربة قضية زيادة العرض، كيف يمكن ذلك؟ لما تتكون هذه المكاتب الصرف على المستوى الوطني وتقريبا حتى فيه يعني في خلال هذه النصوص التنظيمية اللي ذكرها محافظ البنك يطلب ان يعني الشركه اللي تكون اللي تدي الاعتماد لازم يكون ما يسمى بهذاك يعني كازي جوسيير يعني سوابق سوابق العدليه الى اخره، يكون سافر الى معناتها يكون عندهم يعني معلومات على المعنيين بالامر يعني ما يكونش في داخلين في الفساد. الآن لما تتكون المكاتب يعني تكون المكاتب على المستوى الوطني ويدوا الاعتماد كما راه يديه أي بنك، مثلا البنوك لازم يكون عندها رأس مال كذا إلى آخره، كذلك هناك شروط تنظيمية لهذه المكاتب ويسلمهم مثلا يكون عندها محل مثلا كما مثلا باش نقرب الفكرة والمواطنين يفهموني أكثر، مثلا باش تحل أكزيخانة يعني صيدلية لازم لك مثلا مساحة كذا ولازم كذا يعني شروط. كذلك هذه مكاتب الصرف يكون عندها دفتر شروط معين يكون دفتر شروط معين، قال المكتب كذا مساحة كذا والمعنيين بالأمر لازم يكونوا أيضا يكونوا خريجي جامعات إلى آخره إلى آخره. الآن هذوك المكاتب من جيهم الأموال يعني من أين لهم بالأموال؟ احنا نعرفوا باللي أن مصدر الأموال يعني مصدر العملة الصعبة في الجزائر هو من البنك المركزي، معناتها البنك المركزي هو اللي يعطيهم يعني يبيع لهم يقوم ببيع لهم العملة الصعبة، ولكن تظهر هنا مشكلة يعني يعني على أي أساس كيفاش مثلا مكتب موجود في وهران ينقل أموال معينة من أمواله ويروح يشري من البنك المركزي يشري عليه عملة صعبة، إذن فتولي ملكة ومدام راه ملكة فهو حر يبيعها كما يحب يعني هنا كاينة إشكالية. أنا أستاذ بوشيخي درت مقاربة، واش قلت؟ قلنا أن يعني مصدر احنا نعرفوا بلي مصدر الحكم تاعنا في الجزائر هو الشعب يعني فخامة الشعب الجزائري، فخامة الشعب الجزائري لحد الآن احنا عندنا 42 مليون نسمة، 42 مليون نسمة إذا حسبناها بالعائلات في كل عائلة 6 أفراد أو 7 أفراد معناتها نكونوا أمام 7 ملايين عائلة، معناتها الجزائر فيها غير 7 ملايين عائلة، معناتها 7 ملايين رب أسرة أو ربة أسرة المهم. إذا يعني نديروا قانون معين أو تنظيم معين نسمحوا كل رب أسرة سنويا يشتري له الحق أن يشتري 1000 أورو يشتري 1000 أورو يعني تسلم له عن طريق هذه المكاتب. هذه المكاتب مين يجيبوا لها 1000 أورو؟ يجيبوها من البنك المركزي. لما كي تحسب معايا 7 ملايين أسرة و1000 أورو معناتها يولي عندنا عرض سنويا نتاع 7 مليار. زائد 3 مليار اللي راح تجيبها الجالية، معناتها يولي المعروض من العملة الصعبة 10 مليار. إذن ففي هذه الحالة كي يكون عندنا عرض فرب الأسرة راح حر يا إما يروح بها للخارج أو يبيعها لمكتب الصرف يبيعها يقوم ببيعها، فهذه مكاتب الصرف يولي عندها سوق أولي. السوق الأولي مش البنك المركزي هو اللي يبيع لهم، لا رب الأسرة يعني فخامة الشعب الجزائري، يعني الشعب الجزائري هو اللي يقوم ببيع، لأن هذه القضية. إذن فيكون عندي 10 مليار معروضة، فمباشرة السعر يعني السعر يعني ما دام يكون هناك عرض كبير فيكون السعر بين السعر الرسمي والسعر السوق أو السعر الثانوي ما يكونش هناك فرق كبير يعني زيادة العرض. نعم من خلال زيادة العرض. زيادة العرض لازم خاطش على يقول لك باللي مثلا أي يعني واش راه واقع حاليا؟ ما حاليا في الجزائر كاين سعران، كاين سعر رسمي وسعر موازي، وكاين سعر موازي مثلا راه كاين مثلا 150 دينار وكاين 220.
لما هذا يعني هذا المكاتب يكون عندهم المعروض امامهم 10 مليار فمباشره يكون هناك عرض في العمله الصعبه، فالاسعار مباشره يكون الهامش قليل جدا. يعني ما بين يعني هذه هي المقاربه اكيد اللي ينصح بها الاستاذ وحس بوشيخي اكيد استاذ الاقتصاد بجامعه مستغانم على انه يتم النظر فيها واخذها بعين نعم. يعني هذه المقاربه خاطر درك حتى لا نخلق حاجه اسمها الاحتكار. يعني درك باي صفه هذاك يعني الوكيل ولا صاحب المكتب اللي راح ربما اكترى يعني مثلا مكان محل معين ودبر اموال ما نش عارفين هذه الاموال من، ويكون عنده الحق، هو عنده الحق باش يشري عملة صعب، بينما انا جزائري ما عنديش، يعني انا رب اسرة ما عنديش الحق باش نشري. نعم. اذا انا كي يعطوني هذا الحق يعني ويحقوا لكل فخامة الشعب الجزائري، يعني كل رب اسرة يمنحوه الحق 1000 أورو سنويا يعني، وتقريبا يعني حتى به يكون الامور واضحة، حاليا راهم يعطوا لكل رب أسرة راهم يعطوه 700 أورو، خاطرش على كل يعني لكل فرد يعطوه 100. يعني أنا فقط المقاربة زدت فقط 300، معناتها يولي كل يعني كل رب أسرة نسلموه 1000 أورو، ولكن إحنا كي نسلموه 1000 أورو لا نشترط عليه الخروج، يعني يولي حق، يعني يصبح حق في شراء العملة الصعبة، وهو يولي هو السوق الأولي. نعم. لا يبيع للمكاتب هذا يعني يلقى وين يبيع. وطبعا لما كي يروح يبيع هو شراها مثلا ب 150 ربما صاحب المكتب هذاك يقول له ودي انا نشيها عليك 160 نزيد عليها، معناتها يزيد عليه. اذا فهو مثلا كي يروح يبيع ما يعني ما يكون معروف كثير. صحيح. هذا هو باختصار. شكرا لك الاستاذ ابو حوس بوشيخ استاذ اقتصاد بجامعه مستغانم على هذه المقاربه اكيد.